الأرقام واضحة، ليش لندفع الضعف لشركة البناء هي وعلى نفس الشغل؟ فيني أعرف؟ حسين بيك هاندا خانو. كل عمري باخد تعهدات. أنا طلبت عروض وإجتني هاي الأسعار. تفضل جيب أحسن. ليش اتضايقت حسين بيك؟ ما في داعي تزعل، أنا سألت سؤال بالأرقام إنه ليش هيك، فتفضل اقنعنا. شو هالحكي هاد؟ ما فينا نكمل إذا من أولها ما في ثقة بيناتنا. بابا حسين بيك تفضل اقعد. هون في سوء تفاهم، نحن اتفقنا من قبل ووصلنا لنص السعر. إمتى اتفقتوا؟ أنتم مبارح وافقتوا ووقعتوا على هالأرقام. مظبوط، وقعنا، بس بعد حسين بيك بآخر لحظة قال إنه عالي وطلب مني إنه نستنى التعديل. الزلمة بالسرقة قدام الكل. إذا لسه في شي مشكلة عندك عود أنت ويمان وحل الموضوع. بابا أنت مفكر يمان من طرفنا؟ شو قصدك تقول؟ اسمع، يمان ابننا ونحن حطيناه على الكرسي، حتى أنه أنت اللي عملته مدير عام بصوتك ابني. إيه مزبوط، أنا غلطت وهلأ حسيت. فريد ليش ما بتحكي لي شو صاير بيناتكم؟ بيجي يمان وبده يستقيل، بعدين بيروح بيحرق بيته وبتتخانقوا والنار شاعلة فيه، وشفتكن اليوم وانتو عم تتخانقوا. شو قصتكن يا ابني؟ ما في قصة بابا. عمل شي خلاك تفقد ثقتك فيه؟ لا تهتم أبي فريد، كل الحكي اللي قلته بدك ياني ما اهتم؟ لازم تحكي لي شو صاير. بابا عن جد لا تشغل بالك، ما في شي. كل القصة انه يمان تخربط من وقت ما مات ابوه، ولهيك نحن غلطنا انه سلمنا الاداره بهي الفتره. بس يعني ما في شيء تاني نهائيا؟ لا بابا ما في، نحن مارقين باوقات صعبه كثير لهيك توترنا. هي هي فاضي شوي؟ تفضل. دافعت عني بالاجتماع، يسلموا على هالدعم، شكراً. على كل حال مو حلوة منه، شفت كيف؟ يعني على 3 قروش بيعمل منا قصة. فعلاً عيب، هيك الإنسان، كلياتنا ممكن نغلط، ممكن يجي يوم أغلط وإنت تسامحني. رح تتعرف على حسين فار أوغلو. أنا ما بنسى معروف حدا ولا بنسى الإساءة ابني. من هلأ أنت مثل ابني. تعال.
فريد ما كانت زحمه؟ أكيد كان سوء تفاهم مو أكثر. شو هالحكي هذا؟ معقول يكون غير هيك؟ أنا ويامان كنا حاكيين. أنا قلت له كل شيء صار مبارح وسمعتي بقى اطمن. منيح. إيه بدك تجي على حفلة الخريجين المساء؟ جاية يامان. ايه يامان، هاندا صارت بأمانتك، ليك لا تخلي قليل الشرف هداك يقرب عليها ابدا. لا تقلق عم حسين، اللي بزعلها بزعله، امانتك اكيد محفوظه. تسلم ابني. يا ريت لو تعرف يا ابي بايد مين عم تحطني امانه.